على أي حال هذا جمع عام عادي عرفته عصبة مراكش أسفي لكرة القدم، هو جمع تلتقي فيه الأندية بمختلف مشاربها واللي تجمع قاسم مشترك وكرة القدم، كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة وكرة القدم 11 والكرة أيضا الشاطئية اللي هي عرفتها بلادنا هذه المدة الأخيرة. والجمع العام العادي تنستمعوا بعضنا البعض كأندية وكمسؤولين وكممارسين وكمسيرين فيما هو جديد وفيما هو فيما ينتظرنا كمسيرين. وبطبيعة الحال العصبة من خلال هذا الجمع تسمع الأندية المنطوية تحت لوائها ومن خلاله تتعرف المشاكل التي تحس بها هذه الأندية وتتكون أرضية لما ستطرحه مستقبلا في اجتماعها وفي جمعها في المكتب المديري باش تلقى الصيغة اللي حل بعض الأمور وبعض المشاكل. ودائما حل الأمور ديال التسيير ديال الكرة كما قلت لا داخل القاعة ولا النسوية ولا 11 ولا الشاطئية لا تحل إلا بطبيعة الحال عن طريق السماع لهؤلاء وعن طريق طرح ما استمعنا إليه من مشاكل مع من يتشارك معنا في تسير ألا وهو المتدخلون في كرة القدم بطبيعة الحال السلطة المنتخبة والسلطة المحلية باش نحاولوا نبسطوا ما ينتظره الأندية من خلال هذا الاجتماع ومن خلال هذا التجمع ولهؤلاء المتداخلين معنا في كرة القدم، خصوصا أن كرة القدم المغربية الآن تتعرف تفرق خصنا نحافظوا عليها أكثر وتتعرف واحد مستوى لائق قاري ودولي يجب الحفاظ عليه. وبطبيعة الحال جميعا نحتفي كأندية كفرق كعصب كجامعة بكرة القدم المغربية اللي وصلت باش تكون كأس أفريقيا في بلدنا وكأس العالم بطبيعة الحال يكون تهوى في بلدنا، وهذا هو متمنيات كل رياضي وكل قوايري بصفة عامة. توقعات ديالك لكأس إفريقيا والأجواء ديال كأس إفريقيا كيف غادي تكون؟ الأجواء إيوا بطبيعة الحال دابا الكرة المغربية ولا كرة القدم المغربية ولات عندها بصمة ديالها، غادي تقول الكلمة ديالها، تذهب الأندية الآن إفريقيا ودوليا، إذا لماذا تكون لها بصمة وكلمة في الكأس الإفريقية المقبلة؟ ومن حقنا وواجب علينا أن نغتنم هذه الكأس لأنها من حقنا وإحنا بطبيعة الحال مؤهلين لها لما عرف عنا ولما سمع الجميع ولما شاهد الجميع في كأس العالم في قطر. فريق قوي، كرة قوية، تسير محكم، ألا يحق أن نكون من الفائزين لكأس إفريقيا في هذه الدورة قبل الدورة في المغرب؟